تقول: ما حكم الإفطار في يوم صيام قضاء عن فطر في رمضان؟ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يجوز لمن صام قضاء من رمضان أن يقطعه وأن يفطر، لأنه إذا عقد النية وصام وجب عليه إتمام هذا اليوم، فلا يجوز له أن يقطعه. قال الفقهاء رحمهم الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. نعم. حتى لو كان واجبا كالنذر أو الكفارة؟ كل الصيام الواجب سواء كان قضاء أو نذرا أو كفارة، إذا دخل فيه الإنسان وشرع في صوم اليوم إنه يجب عليه إكماله ولا يجوز له قطعه. نعم. إلا لعذر ضروري. نعم. هل لو قطعه يكون حكمه حكم الإفطار في رمضان بدون عذر؟ لا يكون حكمه كحكم الإفطار في رمضان، ولكن يأثم بهذا. نعم.